هذا الاحتفال هو في عادة هو احتفال طبيعي كديرو كل الدول احتفالا بيوم تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في 63، لكن هو اليوم في المغرب عنده واحد طابع خاص، لأن في 2017 كانت سنة متميزة على المستوى الإفريقي بالنسبة للمغرب. فهذه السنة بفضل السياسة الإفريقية جلالة الملك المغرب رجع للاتحاد الإفريقي. المغرب حصل على الموافقة المبدئية انضمام السيديا والمنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. جلالة الملك خلال هذه السنة دار 13 زيارة لدول إفريقية، 4 في إفريقيا الشرقية، 2 في إفريقيا الجنوبية، 2 في إفريقيا الغربية. فهذه السنة هذه توقعت العشرات من الاتفاقيات، ومنها اتفاقيات جد مهيكلة. أنبوب الغاز مع نيجيريا توقع في هذه السنة، الاتفاق في مدغشقر حول القناة اللي غيتم المغرب بالتهيئة ديالها توقع في هذه السنة، الاتفاقيات المتعلقة بإنتاج الأسمدة في إثيوبيا ولا في نيجيريا توقعت في هذه السنة. كل هذا كيبين على أنها كانت سنة استثنائية أعطت واحد الدفعة قوية لهذه السياسة الإفريقية اللي طورها جلالة الملك هذه 15 سنة. السياسة الإفريقية للمغرب اليوم بلغت واحد المستوى آخر، أنها ما بقتش سياسة منحصرة في جهة معينة في إفريقيا، ولات سياسة قارية، أنها ما بقتش فقط ثنائية، ولات عندها بعد مؤسساتي في الاتحاد الإفريقي أو لا في منظمة دول غرب إفريقيا، أنها ولات كتمزج بين مشاريع كبيرة مهيكلة ومشاريع صغيرة ولكن عندها أثر اقتصادي واجتماعي كبير، بحال دور الشباب، بحال مراكز التكوين المهني، بحال المستشفيات أو توزيع الأسمدة وغيرها. أنها واحد السياسة اللي اليوم عندها أبعاد متعددة. أنا كنقول بأن العرض اللي كيقدمه المغرب لإفريقيا هو فريد، ما كاينش شي دولة اللي عندها بحال هذا العرض هذا، لأنه داخل الهجرة، داخل فيه الأمن، داخل فيه التعاون العسكري، داخل فيه الجانب الروحي، داخل فيه الجانب الاقتصادي، الجانب الدبلوماسي، هذا كله كيخلي واحد المقاربة لإفريقيا اللي هي مختلفة. وبحال اللي كنقول دائما بأن علاش هذا المغرب عنده هذا العرض متميز، لأن أولا جلالة الملك كينطلق من واحد المعرفة دقيقة بالواقع الإفريقي، يعرف إفريقيا جيدا، يعرف انتظارات شعوبها، وبالتالي في الإجابات على انتظارات كتكون سهلة.